السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الورد على عيون الورد. أحلى سادة مشاهدين مشاهدي شبكة تلفزيون النهار في كل مكان. حلقة جديدة وأخيرة هذا الأسبوع من برنامجنا آخر النهار مع تامر أمين. حلقة يوم الخميس الموافق 27 مايو 2021. النهاردة حلقة مختلفة وفيها أخبار وتطورات كتير خصوصا على المستوى السياسي والاستراتيجي، وفي كلام عندنا كمان مهم عن كورونا وباء كورونا والقصة المصيبة الجديدة بتاعت الفطر الأسود والفطر الأبيض، قال يعني ناقصنا كمان ان احنا نلونه أبيض وأسود وحاجات كده، ربنا يعافينا منها جميعا بس لازم ناخد بالنا منها. وعندنا كلام كمان عن الأهلي والموقعة المهمة واللقاء المرتقب بكرة اللي الأهلي إن شاء الله هيمثل فيه مصر أمام نادي نهضة بركان المغربي في كأس السوبر الأفريقي اللي هيتلعب في الدوحة القطرية بكرة الجمعة إن شاء الله الساعة 6 مساء. كل التوفيق إن شاء الله نادي الأهلي. وعندي فقرة أخيرة النهاردة، فقرة لطيفة جدا جدا جدا، عن في رأيي المتواضع أجمل وجه ظهر على شاشة السينما المصرية من يوم ما عرفنا السينما لحد النهاردة. حاسبكم تعرفوا أو تخمنوا مين لحد ما نبدأ الفقرة. طبعا البداية بالحدث الأهم، والحدث الأهم النهاردة كان زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى دولة جيبوتي الصديقة في إفريقيا. الزيارة دي زيارة في منتهى الأهمية، منتهى الأهمية لأكثر من سبب أو أكثر من عامل. العامل الأول هو عنصر التوقيت، العنصر الثاني هو عنصر العلاقات المصرية الجيبوتية، العنصر الثالث موقع دولة جيبوتي وأهميتها الاستراتيجية في موقعها الجغرافي في قارة أفريقيا. أنا كلامي أهو محدد وواضح وصريح، عنصر التوقيت الوقت اللي احنا فيه، اثنين العلاقات المصرية الجيبوتية اللي هي في أحسن حالتها وفي تنسيق وتفاهم وتعاون ممتاز، ثلاثة تكمن كمان وتتعاظم وتتزايد أهمية الزيارة لموقع دولة جيبوتي في القارة الإفريقية وأهمية هذا الموقع الجغرافي استراتيجيا. طيب إيه اللي حصل النهاردة في الزيارة؟ اللي حصل استقبال من الرئيس عمر جيلة رئيس دولة جيبوتي، كان على رأس مستقبلي الرئيس عبد الفتاح السيسي والوفد المصري، وأقيمت مراسم الاستقبال على أعلى مستوى، ثم بدأت جلسة المباحثات زي ما حضراتكم شايفين في الفيديو اللي موجود في نصف الشاشة. كان محور الاجتماعات عاملين رئيسيين. العامل الأول هو الطبيعي اللي بيحصل في أي زيارة ما بين بلدين، هو العلاقات الثنائية، زيادة التبادل التجاري، زيادة التعاون الاقتصادي، فتح أوجه التعاون في كل المجالات المختلفة. ده طبيعي وده حصل، وبشكل يعني إن شاء الله هنشوف نتائجه في العلاقات الثنائية وفي حجم التجارة الثنائية المتبادلة بين البلدين في الشهور القادمة بإذن الله. العنصر الثاني وهو الأهم واللي أنا عارف إن حضراتكم مهتمين به، أو المحور الثاني، هو قصة سد النهضة وصراع المصري السوداني الإثيوبي حول الحق. وأنا دايما بحب وأنا بتكلم عن هذا الموضوع إن أنا أمسك في الكلمة دي. إحنا مش بنتنازع سياسة، مش بنتنازع مية، مش بنتنازع خلافات حدودية، مش بنتنازع عسكرية، مش بنتنازع أي حاجة. إحنا عندنا مشكلة ما بين مصر والسودان من جهة وإثيوبيا من جهة أخرى حوالين الحق. إحنا كل اللي طالبينه في مصر إن الحق يعود لأصحابه، إن العدل يطبق، إن القانون ياخد مجراه، إن المواثيق التاريخية وما اتفقنا عليه وما تعرفنا عليه وما استقرنا عليه طوال السنين يبقى زي ما هو دون الإضرار بأي طرف. مع وده بقى القمة نضج الموقف المصري، إنه مش بس كده، لا ده مع كامل التفهم، كامل التفهم والتقدير والمساعدة كمان إذا لزم الأمر في تطوير وتنمية كل الدول الإفريقية وعلى رأسهم إثيوبيا. يعني انت يا اثيوبيا عايزه تطوري نفسك وعايزه تتقدمي وعايزه تعملي كهرباء وعايزه تولدي كهرباء من السد بتاع مش عارف ايه، اعملي كل اللي انت عاوزاه واحنا معاكي وبندعو لك بالتوفيق، وهنساعد كمان لو عندنا خبرات وكوادر فنيه تستطيع المساعده، ما عندناش ادنى مشكله، نحن نحب الخير للجميع خصوصا اصدقائنا واشقائنا وجيراننا في القاره الافريقيه.
خالص. المشكلة اللي احنا بنقوله انه هذا التطور وهذا التقدم اللي انت عايزاه اثيوبيا نرجو انه لا يأتي بضرر علينا. بس ادي كل المعضلة علشان يعني الناس بس اللي بتحب تعمل قصص كبيرة وتهول من الامر، ادي الموضوع ببساطة شديدة. طيب اثيوبيا موقفها فيه شبه تعنت حتى اللحظة، وكلام كتير عن الملء الثاني للسد بتاع النهضة. في ناس بيقولوا ان الملء، في بعض التقارير نسبت الى وكالات انباء عالمية ومنها وكالة رويترز، انه اثيوبيا بدأت بالفعل في الملء الثاني للسد ابتداء من منتصف شهر مايو الجاري. كلام دقيق ولا مش دقيق مش قضيتي، انا قضيتي ان انا اقول لكم ما يقال او ما يتردد. ثم بنتكلم عن موقف مصر الداعي طول الوقت الى حل الازمة عن طريق الحوار وعن طريق التفاوض. يعني مش عايزين نلجأ للصراع والصدام، مصر طول الوقت بتذهب الى الود والحوار والتفاوض، تاخد حقك واخد حقي ونساعد بعض ونحط ايدينا في ايدين بعض بدل ما ايدينا تبقى ضد بعض. ده المنطق المصري بمنتهى البساطة كده وباللغة العامية اللي بيفهمها المواطن المصري البسيط اللي زي حالاتي كده. طيب سمعنا كمان اخبار امبارح، انا بقول لكم كل اللي بيحصل في الصورة وبشكل خبري. سمعنا امبارح اخبار ان في اشتباكات مسلحة حدثت ما بين الجيشين السوداني والاثيوبي. ركزوا معايا في الكلام، مصر مالهاش علاقة، عشان بس الناس تقول لك مصر امبارح مش عارف ايه، وفي ناس بتربط ما بين المناورة العسكرية المشتركة والتدريبية اللي بتعملها مصر مع السودان اللي اسمها مناورة حماة النيل. ده تدريب عسكري مشترك ما بين الجيشين الشقيقين في مصر والسودان، زي ما بيحصل مناورات عسكرية بيننا وبين كل دول العالم. ففي ناس رابطة ما بين ده وده، حتى اللحظة دي أرجو عدم الربط لأن ده كلام مش صحيح. في مناورة وتدريبات عسكرية مشتركة بين الجيش المصري والسوداني اسمها مناورات تدريب حماة النيل، دي بتجري لاستعداد والوقوف على جاهزية الجيشين ونقل الخبرات المشتركة ما بين الجيشين. على صعيد آخر امبارح حدثت اشتباكات بالأسلحة الثقيلة ما بين الجيش الأثيوبي والجيش السوداني على الحدود ما بينهم، والقصة ليها علاقة بالنزاع ما بينهم على إقليم وكذا، وقصة تخص السودان وأثيوبيا. لحد هنا الأخبار خلصت، ولما اقول لحد هنا الاخبار خلصت هذا يعني انه الاجتهاد في مثل هذا الموضوع من غير المتخصصين يضر جدا ولا يفيد. وانا بقول لكم اهو انا اول عدم المتخصصين، غير المتخصصين، عشان بس ما حدش يقول لك انت هتعمل نفسك بتفهم. خالص خالص انا اعلامي ادعي ان انا بتابع الشأن السياسي، بس انا مش متخصص لا في المية ولا في الشأن الاثيوبي، ولا عارف في الغرف المغلقة ايه اللي بيتم وايه اللي ما بيتمش، والمفاوضات وصلت لحد فين ونقط التأزم فين، والخيارات المصرية او السيناريوهات المصرية الموضوعة لحل الازمة فين. انا مش قاعد معهم في الأوضة بصنع القرار، فبالتالي يجب ان انا مفتيش، بس مش يجب ان انا مفتيش لوحدي، يجب ان كلنا من غير المتخصصين ما نفتيش. لانه زي ما انا قلت لكم قبل كده وبكررها وبعيدها للمره المليون، الموضوعات الحساسه التي لها علاقه مباشره بالامن القومي موضوعات سريه لا يجب ان يتم تناولها وتداولها ومناقشتها وحتى الاجتهاد فيها في وسائل الاعلام او على الملأ. دي اماكنها الغرف المغلقه في غرف صنع القرار داخل الأجهزة السيادية التي تصنع وتحمي الأمن القومي المصري. فول ستوب. من حقك كمشاهد أن تعرف. أن تعرف إيه؟ أن تعرف ما يحدث. عشان كده أنا قلت لكم في بداية الحلقة الأخبار بتقول 1 2 3 4. خلاص أنت كده حق المعرفة وصل. اللي بيدور في الكواليس المفاوضات، التجهيزات، الخطط مش بتاعتنا. مش بتاعتنا. زي بالظبط كده مع الفارق في القياس، يعني هو ينفع فرقه بتلعب كوره مش بيخش يقول لك كده المحاضره الفنيه اللي قبل الماتش بتبقى محاضره مغلقه بيجتمع المدير الفني مع اللعيبه ويقفلوا على نفسهم الباب، في وسائل الاعلام بتخش تحضر المحاضره؟ ينفع وسائل الاعلام تطلع قبل الماتش تقول والله المدير الفني قال للعيبه هنلعب بالطريقه الفلانيه كذا وانت تطلع من هنا وتعمل كذا؟ الخطه ينفع تطلع قبل الماتش؟ في كده؟ في كده؟ ف
فليه عايزين بقى في الحاجات اللي تخص امننا القومي وامننا وحمايتنا ومستقبلنا يبقى الموضوع على المشاع؟ انا بقول هذا الكلام لزملائي، لان انا تابعت امبارح، مش عايز اقول اسماء يعني، تابعت امبارح بعض الزملاء في الاعلام، مش هقول بيفتوا بس على الاقل بيحاولوا يجتهدوا، وانا في رايي ان الاجتهاد هنا خطا، مش في كل الاماكن ومش في كل الموضوعات يتم الاجتهاد. هذه موضوعات نتركها لصانع القرار، ونحن على ثقه فيهم تماما. وزي ما انا قلت لكم قبل كده، نحن نفوض الرئيس عبد الفتاح السيسي وكل اجهزه مصر السياديه المتعلقه بالامن القومي المصري في ملف سد النهضه، ونحن مطمئنون الى انهم سيحموا الامن القومي المصري والامن القومي المائي المصري على احسن ما يكون. بس وانتظروا النتيجه، وغدا لناظره قريب، وان شاء الله تقولوا تامر امين كان حاطط في بطنه بطيخه صيفي لانه واثق في اجهزه مصر وكيانات مصر ومؤسسات مصر ورئيس مصر. معنا على الهاتف السيد المحترم السفير محمد زهر، سفير جيبوتي بالقاهره. مساء الخير يا معالي السفير. مساء النور. اهلا وسهلا وشرف وجودك معنا على الهواء في اخر النهار. شكرا جزيلا، شرف لي ان اكون معكم على الهواء. شكرا جزيلا. اعتقد انه الزياره المهمه التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الى جيبوتي تكتسب اهميه كبيره جدا جدا في هذا التوقيت، وايضا تدفع دفعه كبيره جدا لعجله العلاقات المصريه الجيبوتيه في كل الاوجه، وننتظر تعاون اقتصادي وتجاري كبير على المستوى الثنائي. نعم، وهو كذلك هذه الزياره هي زياره كنا انتظرناها كثيرا، وهي زياره تاريخيه لاول رئيس مصري يضع قدمه في ارض جيبوتي، رقم العلاقات الأزلية والتاريخية التي ترد بين البلدين. وهي زيارة أيضا في وقتها المناسب، واستمرت وتم يعني الحديث والنقاش في مواضيع عديدة متعددة، ما له مصلحة للبلدين وللشعبين الشقيقين. راح الرئيس عبد الفتاح السيسي والوفد المرافق لهم حظوا هنا يعني استقبال حار جدا من اخي الرئيس اسماعيل عمر قيلي في جيبوتي، وقضوا يعني زياره في غايه الاهميه، تناول فيها الاعلام المحلي والدولي والاقليمي، وهي فرصه مناسبه في هذا الوقت الحساس في هذه المنطقه بما يحدث فيها من مواضيع ونقاشات وتبادلوا الاراء في جميع الجوانب. و الحمد لله يعني نتمنى يعني هذه الزيارة أن تؤتي ثمارها في أسرع وقت ممكن إن شاء الله. إن شاء الله. والشيء الإيجابي يا معالي السفير أنه ما بدا في هذه الزيارة هو تنسيق وتفاهم كامل ما بين الدولتين في مختلف المجالات، خصوصا فيما يتعلق بالأزمة المثارة حاليا وهي قصة سد النهضة، في التأكيد على الحقوق المائية الثابتة، وانه اي نزاع او خلاف يجب ان يحل بالود وبالتفاوض وبالالتزام بالقانون الدولي. صحيح كما تفضلت، يعني وجهات النظر بين الرئيسين متفقة في هذه الجوانب في هذه النقطة وفي مواضيع اخرى كثيرة، بضرورة الاعتماد بالقانون الدولي وعدم المساس بالحقوق المائية في دولة المصب مصر والسودان، وحل المواضيع بالود وأن يكون هناك دائما تبادل وجهات النظر وقبل الإقدام بأي شيء. والحمد لله كانت نتيجة طيبة، إلى جانب بقية المواضيع الأخرى التي يعني تناولوا فيها مثل قضايا في الصومال، في اليمن، في فلسطين المحتلة، في عديد من المواضيع يعني كانت وجهات النظر متطابقة. ممتاز، شكرا جزيلا سعادة السفير ظهر سفير جيبوتي لدى القاهرة، وبإذن الله نتائج هذه الزيارة سنشهد ثمارها إن شاء الله قريبا. هتاخد التقرير ولا نطلع على أذان على طول؟ طيب هنطلع على فاصل، وأثناء أذان العشاء هي على الصلاة، وبعد كده نرجع نكمل آخر النهار. اهلا بحضراتكم، عدنا بعد الفاصل. وحشني قوي 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 الكلام معاكم في الكوره.
انتوا عارفين ان بكره في مباراه مهمه جدا جدا على المستوى القاري الافريقي، تجمع ما بين بطل مصر بطل دوري رابطه الابطال الافريقيه النادي الاهلي ونادي نهضه بركان بطل كاس الكونفدراليه في الموسم الماضي. بطل البطوله دي وبطل البطوله دي بيلعبوا في نهايه الموسم، بس المباراه اتاخرت كام شهر كده بسبب الكورونا، بيلعبوا على بطوله اسمها كاس السوبر الافريقي. المباراه دي ميعادها بكره يوم الجمعه الساعه 6 مساء بتوقيت القاهره، والمباراه هتتلعب في العاصمه القطريه الدوحه. المباراة ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله خير، وعايز اطمن جمهور النادي الاهلي على استعدادات الاهلي، والاستعدادات ممتازة وكل اللعيبة الحمد لله اللي في البعثة تم شفائهم من الاصابة وعلى اتم الجاهزية. علي معلول بقى جاهز بنسبة 100% بالجهاز الطبي للنادي الاهلي اللي اعطى للجهاز الفني وموسيماني صلاحية اشراكه، ويبقى بقى اشراك علي معلول من عدمه بكرة رؤية للجهاز الفني. وكمان ايمن اشرف اللي كان بيعاني من اصابة الحمد لله تم شفائه، وحمدي فتحي كمان الجهاز الطبي اعلن جاهزيته للمشاركة من المباراة، ويبقى اختيار موسيماني للعيبة وتوفيق ربنا ان شاء الله لينا علشان نحقق بطولة مهمة جدا 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 تكمل الخماسية، تكمل الخماسية، خماسية القاب الموسم اللي فات. احنا بنتكلم على كاس ودوري وبطولة افريقيا وكاس السوبر اهو، وكمان اسبوعين هنلعب كاس السوبر المحلي مع نادي طلائع الجيش اللي تقفل ان شاء الله خمس القاب للنادي الاهلي عن موسم 2020. فالبكره تكمل الرباعيه باذن الله، باذن الله نكمل اربع القاب والبقيه تاتي. طيب عايز اقول لكم بقى حاجه مهمه قوي، عشان في كلام كتير انا سمعته خلال الفتره اللي فاتت عن الاهلي وموسيماني، حتى من جمهور الاهلي نفسه الجمهور الصميم. عنوان الكلام عشان ما يعني ما نختلفش في الموضوع يعني، وده رايي وانا احترم المختلفين معي. انا رايي بعد الحمد لله رب العالمين ان المدير الفني الجنوب الافريقي للنادي الاهلي المصري بيتسو موسيماني عبقري. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا بقى عشان كده برد السلام اهو. عبقري. هتقولوا لي يا عم ايه ده، مش عارف انت مش شايف الماتشات، انت مش شايف الاداء، انت مش شايف الاستحواذ، انت مش شايف كل حاجه، شايف كل حاجه وسامع والحمد لله لسه ما فقدتش يعني عقلي. ليه انا بقول على موسيماني عبقري؟ اولا بالارقام ثم بالاوضاع. بالارقام الراجل ما اخفقش ما اخفقش في اي حاجه دخلها، لم يكتب له الفشل الحمد لله حتى الان في اي حاجه دخلها، كل بطوله دخلها احرز فيها المطلوب واكتر. بطوله الدوري السنه اللي فاتت اي نعم مش هو اللي كان ابتداها، كان فايلر وهو كان جاي شبه محسوم، بس هو ختمها ختام جيد. بطوله كاس مصر حصل على بطوله كاس مصر. دوري رابطه الابطال هو جه على السيمي فاينل كمل البطوله ولا اروع، في الدور قبل النهائي كسب نادي الرجاء المغربي القوي جدا هناك، وهنا هناك 2-0 وهنا 3-1. ثم في المباراه الشهيره في نهائي القرن ما بين الاهلي والزمالك في بطوله رابطه الابطال كسب 2-1، جون بتاع قفشه اللي هي عصام الشوالي قد يممكن، واحرز بطوله افريقيا اللي كانت غايبه عننا سبع سنين من 2013 بطولة الشهداء لحد 2020، لحد ما موسيماني كان سبب من الأسباب اللي ربنا بعتها عشان النجمة التاسعة تدخل إلى دولاب الأهلي. ثم راح لكأس العالم للأندية فأحرز البرونزية اللي آخر إنجاز ليها كان حققها مانويل جوزيه الساحر البرتغالي اللي إحنا لحد النهاردة لسه بنسبح بيه. كويس؟ أحرز البرونزية. ثم ماشي في بطولة افريقيا السنة دي بشكل ممتاز وصعد اهو ليه من دور المجموعات، صعد لدور الثمانية وكسب ناديه السابق، كسب ناديه السابق اللي هو عمله وبيدينه بالفضل ليه باعتباره الساحر الجنوب افريقي اللي عمل سان داونز، كسبه هنا 2-0 وهناك اتعادل معاه 1-1 وصعدنا للدور قبل النهائي، وان شاء الله في طريقنا باذن الله للنجمة العاشرة. سان داونز اقوى فريق في افريقيا قولا واحدا، قولا واحدا، ما فيهوش اقوى مننا
يعني فنيات ولعب وتكتيك ومهارات وكذا، هو اقوى من الاهلي ومن الزمالك ومن الترجي ومن الوداد، اقوى فريق، اقوى فريق في افريقيا ده، حتى ما نجحش انه يكسبنا هناك، لا اتعادل معاه 1-1 بماتش تكتيكي رائع، وداخل اهو على السوبر ان شاء الله، وربنا هيكرمنا بكره باذن الله. فبالارقام عايزين ايه؟ يعني في ايه تاني ممكن يتشقلب بوسيماني عشان يحققه، عشان يقول لكم ان هو ناجح وان كل البطولات اللي بيخشها بيحققها؟ ده مفيش كده. يعني واحد مدرب اهو بسم الله ما شاء الله نسبته في البطولات 100%، اللهم صل على النبي، 100%، مش 99، مش 90، مش دخل 6 بطولات خد 5، لو خد 5 وفلتت واحده يبقى عظيم، لا ده ما فلتتش، نسبته 100%، يبقى مدرب ممتاز. طب هتقولوا لي سيبك من الارقام يا تامر وتعالى نشوف الاداء، تعالوا يا عم نشوف الاداء، ما عنديش ادنى مشكله. ممكن اي اهلاوي بيفهم كوره 1% يقول لي هو انت بأمارة ايه مستني اداء؟ لا صحيح والله، الاداء ده يجي ومهارات وترقيص وفتح على الملعب وتسليم وتسلم وفتح مساحات ومش عارف ايه وحاجات من دي، يجي من لعيبة، ما تزعلوش مني انا اسف، من لعيبة قادرة انها تعمل الكلام ده، ولا المدرب اللي هينزل يباصي وينطق ويشوط ويرفع كورنر ويحط لعيبة. انا بقول لكم هذا الكلام وانتوا عارفين انه دمي احمر وكل حاجة فيا بتشع حب وعشق للنادي الاهلي. احنا عندنا مشكلة كبيرة في لعيبة النادي الاهلي في السكواد، لازم نعترف بيه. نص فريق الاهلي خذل موسيماني، وتحديدا النص اللي قدام، يعني ورا مفيش مشكله، والدليل ان احنا دفاعيا الاهلي رائع، الدليل على اللي انا بقوله ان الدفاعية الاهلي رائع، عندنا الحمد لله احسن حارس مرمى في افريقيا محمد الشناوي، وعندنا خط دفاع ما هوش الاقوى بس الحقيقه عاملين شغل كويس، وموسيماني موقفهم كويس، سواء محمد هاني، سواء الصفقه الرابحه جدا اللي احنا جبناها بدر بنون، وايمن اشرف اللي لازم يتعمل له تمثال لانه مش بيلعب في دوره، ومع ذلك في رايي هو واحد من احسن المساكين في مصر خلال الموسمين الثلاثه اللي فاتوا، وطبعا علي معلول اللي هو احسن ظهير ايسر في افريقيا ويمكن في حتت كتير في العالم، يعني علي معلول بسم الله ما شاء الله. ومع ذلك موسيماني لعب تقريبا نص الفترة اللي هو درب فيها الاهلي من غير علي معلول، افتكروا الحكاية دي، موسيماني لعب تقريبا نص الفترة اللي هو درب فيها الاهلي من غير علي معلول، علي معلول بقاله 3 أشهر أو 4 أشهر من ماتش بايرن ميونخ في كاس العالم للاندية وهو مصاب، فبقالنا دلوقتي 3 أشهر أو 4 أشهر علي معلول بره التشكيلة، فكمان اهم عنصر في الاهلي ما بيلعبش. خش على خط الوسط، ديانج والسولية كويسين، حط نقطة بقى ونقف، حط نقطة وإيه، وحمدي فتحي طبعا معاهم قبل ما يتصاب برضو كان قوة مهمة في التأمين الدفاعي، حط نقطة وقف بقى كده وقول لي بص لقدام وشوف موسيماني عنده أوراق إيه ونتكلم. عد غنمك يا جحا، أديني بعدهم أهو، فبقول لك أفشة الوحيد اللي مستواه ثابت وقادر على انه يلعب ويفتح مش عارف ايه ويباصي ويبقى بلاي ميكر وصانع لعب وكذا، ومن كتر الاجهاد الفظيع لان مفيش غيره، لان حتى صانع الالعاب اللي احنا رجعناه اللي هو ناصر ماهر لسه ما استعادش مستواه قوي، وكمان كان مصيب بخلع في الكتف قعد 3-4 أشهر، فقفشه كان ناقص يعني يطلع يكنس المدرجات من كتر ما الاهلي بيستعين بيه في كل الماتشات، مش قادر يطلعه دقيقه واحده، مش قادر يطلعه دقيقه واحده، فلعب كل الماتشات في الدوري وفي افريقيا ومش عارف ايه، ده غير التدريبات، ده غير كذا كذا، غير معسكرات منتخب مصر ومباريات الدوليه اللي قفشه كمان بيلعب فيها، فقفشه يعني بيلعب اليومين دول بجهاز تنفس صناعي من كتر ما هو مش قادر ياخد نفسه من كتر اللعب. بخلاف قفشه شكرا، عشان كده بقول لكم لاعبي النصف الامامي الهجومي للنادي الاهلي خذلوا موسيماني، موسيماني جاي على حسين الشحات، واحد من اهم الصفقات في مصر واللي كان مكسر الدنيا في الدوري المصري زمان، ولما سافر العين الاماراتي كسر الدنيا كمان وبتاع، فراجع على واحد من اهم اللعيبه وجناح يمين ما حصلش،
الله اعلم يعني، اكيد ده مش حسين الشحات، ده اتبدل يعني في المطار وهو راجع من الامارات حد بدله، ده مش حسين الشحات ولا حسين الشحات حتى اللي كان في ام بي هنا، مش هو ده خالص. حسين الشحات لازم يراجع نفسه، لانه ابسط مهارات كره القدم كان في المقصه، انا اسف مصر المقصه، ابسط مهارات كره القدم مش موجوده، استلام تسليم تحرك رفع تسديد مفيش. فلازم يا حسين تراجع نفسك جدا 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 جدا، لان انت بربع مستواك، بربع مستواك بس احسن من اللي انت بتقدمه ده 100 ضعف 100 مره. فادي حسين الشحات. كهربا الفولت العالي ومش عارف ايه، اللي كان مكسر الدنيا في السعوديه وكان كمان متالق مع الزمالك، وكان في المواسم السابقه كان هو يعني العنصر الرئيسي في فوز نادي الزمالك بالمباريات. كهربا برضو معرفش ايه اللي حصل له، فقد كتير، حتى المراوغه اللي هي الحنجله بالكره وبتاع كذا ما بقاش يعملها، فبقد كتير من مستواه. مروان محسن فول ستوب. طيب اوبا، ده احنا جايبين لك يا موسيماني الصفقه السوبر الولد الافريقي اللي مكسر الدنيا في الجونه وبيجيب جون بظهره وبراسه ودبل كيك وبتاع، بيعمل بيتاو بيجيب جون، يلا بينا بقى. ما اعرفش ايه اللي صاب واليا، لسه ما تاقلمش، لسه ما انسجمش على راي الكابتن حسام البدري، لسه مش عارف، يمكن فانيله الاهلي حملها تقيل لسه عليه، مش عارف، بس في النهايه الكيمياء بتاعته مش راكبه ولسه ما عملش حاجه خالص. طاهر محمد طاهر لعيب كويس بس لسه لا يعتمد عليه بشكل اساسي ان هو اللي يشيل الفرقه، ده هو عايز الفرقه تشيله لحد ما ينضج كده وياخد خبره وبتاع عشان هو اللي يشيل. فلسه محمد شريف استبشرنا بيه خير، بس بيلعب سطر ويسيب سطر لانه اساسا مش موقعه ده، ده هو تم الاستعانه بيه بعد ما بقاش عندنا مهاجم صريح في الاهلي. فايه انا لو موسيماني اعمل ايه؟ عايزيني بقى العب كره هجوميه ونقل وافتح الملعب وبتاع بمين؟ ففي ظل الامكانيات الحاليه، وفي ظل عشان ما حدش يقول لي ان تامر بيقول لعيبه الاهلي وحشه، لا لعيبه الاهلي مش وحشه، لعيبه الاهلي كويسه بس مستواهم هو اللي وحش، في فرق كبير. لعيبه الاهلي كويسه بس مستواهم هو اللي مش كويس. فانا لما اكون مدير فني وشايف اللعيبه اللي قدامي اوف بقالهم فتره مستواهم مش كويس ومش عارفين يجيبوا مستواهم، مش عارفين يلعبوا الكوره اللي انا نفسي العبها، لان احنا عارفين كوره موسيماني عامله ازاي، احنا شفنا لما كان مدير فني 6 7 سنين لسان داونز احلى كوره في افريقيا، نقلات وتيكي تاكا الاسبانيه بتاعت برشلونه هو اللي عملها سان داونز مع موسيماني. فموسيماني نفسه يوريكم الكوره الحلوه بس بمين؟ فلما موسيماني لقى القصه كده قال لك اللي تكسبه العبه، اللي تكسب بيه العب بيه، انا عندي دفاع كويس يبقى انا هامن دفاعيا وهطهق الفرق اللي قدامي في انها تعرف توصل لمرمى الشناوي الا بطلوع الروح، وهلعب على المرتدات صح وبشكل تكتيكي مظبوط. ونجاح منقطع النظير لموسيماني في الحكايه دي. ماتش سان داونز الذهاب اللي هو كان هنا في القاهره، الاهلي تقريبا ما مسكش كوره الشوط الاول، كوره لونج بول مقفل كويس، كوره لونج بول لطاهر محمد طاهر ربنا كرم وشاط شوطه صح جت جون. بقيت ال 90 دقيقه احنا بنأمنين وسان داونز ماسك الكوره استحواذ، انا عمري ما شفت الاهلي في استاد القاهره الاستحواذ يطلع 70 30 لصالح الفرقه الضيف، بس مش مهم، ان شاء الله مش استحواذ في الملعب، ان شاء الله ياخدوا الكره ويروحوا بيها البيت، انا يهمني النتيجه طلعت 2-0 في النهايه للاهلي، وده حسن موقفنا جدا واحنا رايحين هناك، وهناك عمل تكتيك رائع خلى سان داونز يفقد كل اسلحته وخلاهم يقرفوا من اللعب، قال لك يخرب بيت عقلكوا، بس هو ده الصح، انا المهم ان انا اشل اللي قدامي واشل قوته في الكوره. فلو سمحتوا رفقا بموسيماني ورفقا بالجهاز الفني للنادي الاهلي، لانه عامل اكتر من اللي المفروض يتعمل بمراحل، لدرجه ان في ناس تانية من فرق وجماهير اخرى مستغربه بتضرب كف بكف، يقول لك ازاي الفرقه بمستواها ده عامل البطولات دي وعامل الانجازات دي؟ الحمد لله الله اكبر، يعني اللهم لا حسد. بجد شكرا موسيماني، ارفع له القبعه، بس الكلام ده لازم يستتبعه ان في ميركاتو الصيف اللي جاي، لا لازم وقفه كبيره قوي 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 من الجهاز الفني والاداري ومن مجلس الاداره، لازم صفقات تيجي تقدر تشيل تيشيرت النادي الاهلي، لان تيشيرت الاهلي تقيل،
فلازم اللي يجي يعرف يشيله ويبقى قده ويملى مركزه. كلام واضح. معايا على الهاتف الصحفي حسام نبوي. مساء الخير يا استاذ حسام. مساء الخير يا استاذ تامر عليك وعلى الساده المشاهدين الكرام. مشرف ومنور وتحياتنا لكل اهالينا المصريين في قطر. تسلم يا استاذ تامر. قول لي وطمني اخبار الشياطين الحمر ايه ليله المباراه، الوضع، الاستعدادات، التدريب النهائي، احوال الفرقه. بسم الله الرحمن الرحيم. بدايه هبتدي مما انهيت انت يا استاذ تامر. حضرتك كنت سامعك بتتكلم عن موسيماني والانتقادات الكتيره اللي بيتعرض لها موسيماني في الفتره الاخيره. هنا جماهير الاهلي عامله رسائل دعم جميله جدا جدا لموسيماني. مجهزين لافتات ومجهزين شغل كويس جدا لموسيماني. ان شاء الله يرفع من روح المعنويه لموسيماني، وهيكون رساله شكر لموسيماني على ما يقدمه مع النادي الاهلي من نجاحات وانجازات. طبعا من ساعه واحده فقط الاهلي انهى مرانه الاخير، اخر تمرين ليه كان على استاد جاسم بن حمد بنادي السد اللي هو مستضيف المباراه. كان تمرين عباره عن ساعه وربع بالكثير، كان مفتوح للاعلاميين لمجرد ربع ساعه فقط لا غير. وبعد كده تم غلق المران حفاظا على السريه وعلى تركيز اللاعبين. تمام. طبعا نحب نطمن الجميع ان كل لاعبي النادي الاهلي جاهزين للمباراه، حتى اللاعبين العائدين من الاصابه. كل اللعيبه جاهزه، كل اللعيبه مركزه، كل اللعيبه معنوياتها عاليه جدا لتقديم مباراه كبيره امام نهضه بركان. كل اللاعبين، ايمن اشرف اتمرن، عمدي حمدي فتحي اتمرن، علي معلول بقى له ده اليوم الثالث على التوالي اللي يخوض فيه التمرين، فاصبحت التشكيله كلها مكتمله، واصبحت كل الاوراق في ايد موسيماني ان هو يختار التشكيل الامثل اللي يلبي طموحات الاهلاويه ويحقق لهم الفوز بالبطوله. كذلك ايضا نهضه بركان اتمرن النهارده على نفس الملعب. النهارده كان في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراه، التصريحات اللي خرجت من المؤتمر كانت مبشره جدا يا استاذ تامر. يعني الموسيماني حفز لاعبته في التصريحات، هو طبعا كان في دبلوماسيه شويه، قال ان المباراه 50% باعتبار ان دي مباريات كؤوس، وان المباراه تكون دايما المفاجات تكون وارده فيها. صح. فهو ركز على ان بيمنح لاعبيه الثقه وبيأكد عليهم ان هم يبذلوا قصارى جهدهم في المباراه دي. مباراه بطوله غايبه بقى لها 7 سنين عن النادي الاهلي، هو صاحب الرقم القياسي فيها، محقق 6 بطولات من اصل 8 نهائيات اتاهل فيهم، فبالنسبه لهم البطوله مهمه جدا. كابتن محمود الخطيب النهارده متواجد في التمرين من اوله لاخره مع البعثه، دايما في تحركاتها في انتقالاتها من الفندق للتمرين موجود، في الاجتماعات موجود. موسيماني عامل محاضرات فنيه هايله جدا مع اللعيبه، ذاكر نهضه بركان بشكل كويس جدا، ووضع خطه المباراه النهارده بالنسبه في استاد جاسم بن حمد. ان شاء الله بكره هو التشكيل هيكون في ايد موسيماني، يعني صعب التوقع بتشكيل المباراه خاصه في ظل جاهزيه جميع اللاعبين. قول لي يا استاذ حسام، موسيماني راحه اكتر. احنا عرفنا انه في جماهير ان شاء الله هتحضر اللقاء، قول لي الاقبال الجماهيري خصوصا من الجانب المصري عامل ازاي؟ الاقبال الجماهيري جيد جدا، رغم ان الملعب صغير، يعني الملعب 12,000 سمحوا فقط ب 30% من سعه الاستاد للحضور، حوالي 2900 شخص هيكونوا متواجدين وفق لاجراءات احترازيه مشدده جدا، لان نظرا لانتشار فيروس كورونا. يعني اللجنه المنظمه هنا اشترطت اللي يرغب في الحضور يكون حاصل على جرعتي لقاح كورونا. فالتذاكر طرحت منذ يومين، خلال نصف ساعه فقط كانت خلصانه. يعني مجرد ما اتفتح الاونلاين جماهير الاهلي كانت جاهزه قدام الشاشات انها تحجز باستمرار، يعني فحجزت كل التذاكر، والنسبه الاكبر هتكون لجماهير الاهلي. نادي نهضه بركان ملوش شعبيه جماهيريه كثيره في الدوحه وايضا في المغرب، يعني لان هو نادي لسه انجازاته قليله، مش زي الرجاء، مش زي الوداد. صح. هو اول بطوله افريقيه يفوز بيها كانت الكونفدراليه على حساب بيراميدز، واللي من خلالها تأهل ان هو يلعب اول سوبر افريقي في تاريخه. فطبعا ما فيش جماهير كتير مثل جماهير الاهلي. جماهير الاهلي مهتمه ومن دلوقتي بتعد العده لتقديم مباراه، لتقديم صوره جميله جدا في المدرجات تشرف الجماهير المصريه ان شاء الله. ممتاز. استاذ حسام نبوي كاتبنا الصحفي في جريده الرايه القطريه، بشكرك شكرا جزيلا، وان شاء الله
كلنا كجماهير الاهلاويه والمفروض جماهير مصر، لان الاهلي بكره بيلعب باسم مصر مش بيلعب النادي الاهلي بس، كلنا نهني نفسنا بفوز النادي الاهلي باذن الله ببطوله السوبر واللقب الرابع على مستوى القاب 2020 انتظارا للخماسيه باذن الله في السوبر المحلي باذن الله. عندنا تقرير عن استعدادات الفريقين لمباراه بكره ونرجع نكمل اخبارنا. أسئلة كثيرة تدور في بال الكثيرين قبل انطلاق مباراة الأهلي ونهضة بركان المغربية، والتي تعد مباراة السوبر الإفريقية رقم 29 في تاريخ البطولة القارية التي انطلقت عام 1993 والمواجهة الأولى في التاريخ بين الأهلي ونهضة بركان. أسئلة من بينها: هل ينهي الأهلي سيطرة أبطال الكونفدرالية على لقب السوبر الإفريقية فيخوض الأهلي مواجهة السوبر الإفريقي بعد تتويجه بلقب دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي على حساب غريمه التقليدي الزمالك في المباراة النهائية بنتيجة 2-2، والتي جمعت الفريقين في شهر نوفمبر الماضي على استاد القاهرة؟ في المقابل، نجح نهضة بركان في حصد لقب الكونفدرالية بفوزه على فريق بيراميدز بهدف نظيف، فوفقا لإحصائية نشرها الكاف تؤكد أن أبطال بطولة الكونفدرالية الإفريقية نجحوا في الحصول على آخر لقبين في السوبر الإفريقي من خلال تتويج الرجاء المغربي والزمالك في آخر نسختين على حساب منافس واحد وهو الترجي التونسي، وكان آخر بطل لدوري أبطال إفريقيا نجح في التتويج بكأس السوبر الإفريقي كان فريق الوداد المغربي عام 2018 بعد فوزه على فريق مازيمبي الكونغولي بهدف نظيف. ويمتلك الأهلي 6 ألقاب من السوبر الإفريقية كان آخرها عام 2014، ثم الزمالك 4 ألقاب. في المقابل، لم يتوج نهضة بركان المغربي باللقب من قبل، وتسيطر الأندية المصرية على لقب السوبر الإفريقي برصيد 10 ألقاب بواقع 6 للأهلي و4 للزمالك، ثم أندية المغرب 4 ألقاب موزعة بين الرجاء لقبين وكل من الوداد والمغرب الفاسي لقب واحد. إسراء سعد، آخر النهار. هذا البرنامج برعاية في حد يبرز فاتورة ورق ويحطها على الحيط؟ محدش بيهرب من الماضي. طب والمستقبل؟ فاتورتك عندك. بصراحة نظام تحويل الفواتير الورقية لإلكترونية إنجاز وإعجاز. أولاً الفحص الضريبي هيبقى أسهل، ثانياً اهلا بحضراتكم. الملعونه الكورونا، ربنا يورينا فيها يوم الكورونا دي، ربنا يورينا فيها يوم، يعني مستنيين على احر من الجمر اليوم اللي نسمع ان كورونا دي ذهبت بلا عوده ان شاء الله وانتصرنا عليها انتصار مؤزر باذن الله عن طريق اختراع دواء، مش لقاح، يعني اللقاح ده بيحاول يقي من الاصابه لكن الدواء باذن الله هو اللي يقضي على كورونا ان شاء الله، يعني باذن الله يبقى قريبا موجود في الاسواق عشان نصحى بقى من الكابوس ده لانه طول قوي وبوخ قوي يعني. وبواخه الكابوس انه كل يوم بياتينا بجديد، عارفين لما انت تخش فعلا تنام وتبقى في كابوس مزعج ونفسك بيبقى العقل الباطني كده جوانا واحنا نايمين نفسنا نصحى عشان الكابوس ده يخلص. بواخه الكابوس انه كل يوم في جديد وحش. ما صدقنا انه اللقاحات طلعت وابتدت تسيطر شويه على قصه كورونا، قوم فوجئنا الأسبوعين اللي فاتوا بالموضوع الجديد بتاع الفطر الأسود ده. زي ما قال لنا الدكتور حسام حسني، أنا في الحاجات العلمية ما بحبش أفتي، بحب دايما أمشي ورا كلام المتخصصين لأن هم الذين لهم حق الإفتاء الطبي والعلمي. الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لما كان معايا في التليفون أعتقد الثلاث أو الاثنين اللي فاتوا وسألته عن موضوع الفطر الأسود كده، قطع يعني أكد أنه الفطر الأسود لا علاقة له بكورونا وفقا لكلام الدكتور حسام.
رغم ان الحالات اللي احنا شفناها في الاسبوعين اللي فاتوا جات للناس اللي جالهم فطر اسود جالهم بعد الاصابة بكورونا، بعد ما اصيبوا بكورونا وتم شفائهم من كورونا ظهر الفطر الاسود. هل بقى من تداعيات كورونا ولا ملوش علاقة وده حاجة وده حاجة وابتلاء من عند ربنا؟ الله اعلم. ما بحبش افتي الا بي يعني دليل علمي، لكن في النهاية عندنا دلوقتي بعبع جديد اسمه الفطر الاسود. وبعدين فوجئت انا امبارح اول مرة اسمع بقى عن الفطر الابيض ده، كمان بقى ابتدينا ايه، ابتدينا نلون الفطر يعني كمان ندلعه، فبقى فيه فطر اسود وفطر ابيض. وبحث علمي انا قريته النهاردة الصبح قال لك الفطر الاسود بيعمي، الفطر الاسود بيؤدي الى العمى، الفيروس ده بيؤدي الى اصابة الشبكة بتاعت العين والمجرى المائي بتاع العين ومش عارف ايه والمنطقة دي، وممكن يؤدي لا قدر الله الى العمى وتداعيات اخرى ممكن في الجهاز التنفسي. اما الفطر الابيض فبيؤدي للوفاة على طول، بيخلص بقى فطر الابيض، لسه مش هقعد يهزر معنا كتير يعني. هل الفطر ده هيثبت علميا فعلا انه ملوش علاقة؟ الدكتور حسام حسني كان قال لنا انه مرض موجود من زمان بس هو مرض نادر، انا بستخدم المصطلحات العلمية اللي قالها الدكتور حسام حسني وهو رجل مؤهل انه يتكلم. دكتور حسام قال انه مرض موجود منذ القدم مش جديد زي كورونا، نمرة اتنين انه مرض نادر ليس واسع الانتشار. لكن اليومين دول ومع التكنولوجيا ومع الفيروسات اللي بتطلع ومع المعامل اللي بتشتغل ومع الحاجات اللي احنا بنشوفها، الله اعلم هيفضل نادر ولا هيقلب بقى الحسين، مش عارف. في النهاية في النهاية ربنا هو الستار وهو كاشف الغمة وهو الشافي المعافي باذن الله، بس علينا ان احنا ناخد حذرنا. زملائي في الاعداد جهزوا لحضراتكم تقرير عن ايه حكاية الفطر ده سواء ابيض ولا اسود، خلونا نعرف ونتعلم وناخد بالنا وندعي ربنا انه يسترها معانا. حالة من الهلع والرعب سيطرت على العالم خلال الفترة الأخيرة تجاه ما يسمى بمرض الفطر الأسود الذي يلازم العديد من مرضى فيروس كورونا. الفطر الأسود مرض موجود منذ عام 1885، حيث وجدت دراسة في عام 2005 على أن معدل الوفيات للفطر الأسود بلغ 54%. الفطر الأسود يدور الدورة الدموية حتى آخر عضو في الجسم، ينتج عنه موت الأنسجة التي تصبح سوداء اللون بعد ذلك، وهذا سبب تسميته بالفطر الأسود. ينتج مرض الفطر الأسود عن عفن موجود في البيئات الرطبة مثل التربة أو السماد، ولديه القدرة على مهاجمة الجهاز التنفسي. يبدأ المرض في الظهور على شكل عدوى جلدية في الجيوب الهوائية الموجودة خلف الجبهة والأنف وعظام الخدود وبين العينين والأسنان، ثم بعد ذلك ينتشر في العينين ورئتين ويمكن أن ينتشر إلى الدماغ. فالأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة هم أكثر عرضة للإصابة بالمرض، ولكن الأكثر عرضة هم مرضى السكري ومن يتناولون المنشطات وأصحاب الأمراض المزمنة. تتمثل الأعراض المبكرة للمرض في ألم الجيوب الأنفية وانسداد الأنف من ناحية واحدة، بالإضافة لحدوث صداع نصفي وألم الأسنان وتخلخلها وحدوث تورم وتنميل. وظهر لدى عدد من الحالات لون أسود حول الأنف. ظهر لدى بعض الحالات المصابة بالمرض أيضا تشوش وازدواج في الرؤية، وتمثلت الأعراض أيضا لدى بعض المصابين بوجود ألم في الصدر وخروج دم مع السعال وصعوبة في التنفس. وعند تدهور حالة المريض قد يصل الأمر إلى جراحة لقطع الأنسجة الميتة أو المصابة بالفطر الأسود، حيث قالت وزارة الصحة الهندية في بيان لها أنه قد يؤدي الإصابة بالفطر الأسود إلى فقدان الفك العلوي أو حتى العين في بعض الأحيان. فالعدوى بمرض الفطر الأسود نادرة ولكنها خطيرة، فالفطر العفني الحجاجي الأنفي المخي هو النوع الأكثر شيوعا لهذا المرض، وأن نحو من 50 إلى 75% من المرضى الذين أصيبوا بهذا المرض ارتبطت إصابتهم بمرض السكري. إسراء سعد، آخر النهار. أنا آسف، أنا عارف إن التقرير صعب بس أدي الله ودي حكمته، لازم نقول لكم الحقيقة ولازم نحذركم، مع إن أنا نفسي تأذيت التقرير والكلام والصور والدبش اللي اتقال في التقرير، بس ربنا يعافينا يا رب، ربنا يعافينا ان شاء الله ويسترها معانا، ليس لها من دون الله كاشفة.
طيب خلينا ابشركم شويه، نحاول نطلع من المود ده بحاجه حلوه الحقيقه عملتها وزاره الصحه، حاجه حلوه بجد. وانا دايما دايما اي حاجه بتتعمل لكبار السن واصحاب امراض الشيخوخه ومحترمي هذا البلد انا ببقى سعيد بيها جدا جدا. يعني الناس كلها المفروض انها تروح عشان تاخد اللقاح. طيب كبار السن اللي حركتهم صعبه متهالي مروحهم كمان صعب، عشان كده وزاره الصحه قررت واعلنت امبارح اعلان عجبني جدا جدا جدا، وفي احترام وفي تفهم وفي مسؤوليه وفي 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 تقدير لكبار السن ويعني اجدادنا وابهاتنا المحترمين. عملت اخذ اللقاح ديليفري بالنسبه لكبار السن واصحاب المرض وغير القادرين على الحركه، مجرد بس ان هم يسجلوا عن طريق النت واللقاح هيوصل لهم مع مخصوص ديليفري لحد باب البيت، يتم تلقيحهم وتقبيل ايديهم كمان، لان كل اب وام وجد وجده في هذا البلد يستحق ان احنا نقبل ايديهم على المشوار اللي عملوه على الاقل في خدمه البلد، وثانيا في تربيتنا وانشائنا وتنشئتنا. حركه ممتازه وبشكر عليها جدا جدا جدا. اي حد فكر فيها في وزاره الصحه يستحق التحيه، لانه دايما تقدير كبار السن ده معناه ان الناس لسه قيمة الوفاء موجودة جواه. مع زيادة إقبال المصريين على مراكز تلقي لقاح فيروس كورونا المستجد في مختلف محافظات مصر، وفي إطار مواصلة وزارة الصحة لجهودها، تم تفعيل خدمة التطعيم المنزلي في 27 مركزا بجميع المحافظات. وهذا التطعيم المنزلي يتم إعطائه للفئات المستحقة، وهي مرضى القصور العظمي وأمراض فقدان الحركة، من بتر أحد الأطراف السفلية، بتر أحد القدمين أو الساقين، مرضى الشلل الرباعي والشلل النصفي وشلل الأطفال، ومرضى ضمور العضلات، والمرضى الذين يعانون من أمراض عصبية تسبب إعاقة الحركة من التصلب المتعدد والشلل الرعاش ومرض الوهن العضلي وضمور النخاع الشوكية. فالمواطن لابد أن يقوم بالتقديم على موقع منظومة الصحة للقاح كورونا، ويتصل بالخط الساخن ويطلب خدمة التطعيم المنزلية، ويتم أخذ البيانات ليتم في 9 صباحا ثاني يوم إدخالها للغرفة المركزية، ثم تنتقل عربة الإسعاف إلى منزل المواطن لتلقي اللقاح. وأكدت وزارة الصحة والسكان أن لقاحات كورونا لا تسبب الإصابة بالفيروس للشخص الذي تلقى اللقاح، ولكنها تدفع جهاز المناعة إلى الاستجابة قدر الإمكان كما لو كانت استجابته الأولى للفيروس أو البكتيريا. وتحتوي اللقاحات على أجزاء من الفيروس تم إضعافها أو تعطيلها، مما يعني أنه فيروس ميت، مما يؤدي لحدوث استجابة مناعية داخل الجسم. إسراء سعد، آخر النهار. في اختراق، عارفين كلمة اختراق؟ اختراق دي لما تيجي تعمل حاجة ما كنتش بتعملها وتبدأ فيها بشكل علمي ومدروس ومحترم، بيتسموها كده زي الانجليز بيسموها It's a breakthrough. Breakthrough يعني اختراق في هذا المجال. الاختراق اللي انا بكلمكم عنه ده شاهد امبارح وزير الاتصالات ووزيرة الصناعة والفريق عبد المنعم تراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع. ايه البريكثرو اللي انا بتكلم عنه وايه الاختراق؟ هو بدء خط انتاج اول تابلت مصري عربي، تابلت اللي هو زي الايباد والنوت باد والحاجات دي، اول تابلت مصري عربي بيتم بدء خط انتاجه في الهيئه العربيه للتصنيع، قلعه الصناعه الوطنيه العسكريه في مصر. لو قلت لكم انا سعيد قد ايه بهذا الخبر مش هتصدقوني. سعيد لسببين رئيسيين. السبب الرئيسي انه هذا الكيان اللي انا بحترمه جدا 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 وبقدره جدا جدا، وانا اعرف فيه قامات كبيره سواء في الماضي او في الحاضر، وبيشتغلوا الحقيقه وبيربطوا الليل بالنهار علشان يعملوا تصنيع على اعلى مستوى، على اعلى مستوى بالدقه والتخطيط والامكانيات والدراسه، شيء الحقيقه ممتاز ينافس اعلى الكيانات والمؤسسات الصناعيه في العالم، وانا هنا اتحدث عن الهيئه العربيه للتصنيع. ان الناس ابتدت تواكب العصر وابتدت تخش في السباق التكنولوجي اللي العالم سبقنا فيه. احنا دلوقتي بنقلل المسافة اللي هم سبقونا بيها دي وبنقف على قدم وساق معاهم في هذا السباق التكنولوجي.
رقم اتنين ان احنا بنتكلم على تابلت. تصنيع تابلت يعني هو رسالة للمواطن المصري ان هي دي لغة المستقبل. هي الحقيقة مش لغة المستقبل، هي لغة الحاضر. حاضر التابلت موجود في ايدينا بقاله سنوات، بس للأسف كنا دايما مبهورين بما ينتج ويصنع الاخرون. الان سننبهر بصنعة ايدينا، سننبهر بما تنتجه ايادينا، ايادي المحترمة، الحرفة والصنعة والمهارة اللي موجودة في عمالنا ومهندسينا وكل زملائنا اللي في الهيئة العربية للتصنيع. بوجه لهم كل التحية وكل التقدير وكل الدعوات ان شاء الله، انه مش بس التابلت، كل ما كنا ننبهر به من استيراد غربي ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله قريبا جدا هيبقى صنع في مصر. تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعميق التصنيع المحلي وخفض الواردات لوسائل المنظومة التعليمية والحاسبات والتابلت واللابتوب، احتفلت الهيئة العربية للتصنيع بتدشين خطوط إنتاج أول منتج عربي من التابلت واللابتوب، وذلك بالشراكة بين العربية للتصنيع ومجموعة طلال أبو غزالة العالمية. المشروع النهاردة اللي احنا بصدد الافتتاح به هو في إطار سياسة الدولة في تعميق الصناعة وفي نقل والتوطين التكنولوجي، وده أمر الهيئة حريصة عليه باعتبارها كيان صناعي مملوك للدولة، وبتعتبر نفسها هي الظهير الصناعي لمشروعات الدولة في كافة الاتجاهات. خطوة في منتهى الأهمية، مصر على أعتاب العديد من المشروعات العملاقة التي تقتضي استخداما متزايدا في أجهزة الحاسبات اللوحية، وأيضا تشهد زيادة مضطردة في استخدامات أجهزة المحمول الذكية. يتم الإنتاج الجديد تحت شعار صنع في مصر وفقا لمعايير الثورة الصناعية الرابعة وبأيدي العمال والفنيين والمهندسين المصريين، كما أن العربية للتصنيع تسهم في مكونات التصنيع بنسبة كبيرة على أن تتعاظم نسبة المكون المحلي خلال السنوات المقبلة. هدفنا واحد، وهو ان احنا زيادة المنتج المحلي، وان احنا بنكون حريصين دايما على ان يكون عندنا المنتج التي نفخر ان هو يكون، نقول ان هو صنع في مصر. بنخش معاه في شراكات عديدة. النهاردة في خلال الجولة تطلعنا على قد ايه الامكانيات رائعة وخطوط الانتاج والتميز والشباب القائمين على هذا العمل. انا انبهرت بجودة العمال وقدراتهم في هذا البلد العزيز، البلد الذي نعتبره هو الأمة العربية. مصر هي العرب والعرب هم مصر، وأنا بالتالي بكل معنى الكلمة أعتز بأني مصري، وأن هذا المشروع الأول من نوعه في الوطن العربي وفي المحيط أيضا في كل أفريقيا وغرب آسيا. كما تستهدف هذه الخطوة التوسع مستقبلا في أسواق التصدير للسوق الأفريقية والعربية بمنتجات ذات جودة عالية وبأسعار منافسة وفقا لمعايير الجودة العالمية. أحمد غنيم، آخر النهار. شيء محترم ويدعو للفخر ويدعو للأمل. الأهم كمان من الفخر هو أن أنت تحس أن بكرة أحلى، وبكرة جاي، وبكرة انت بتشارك في صنعه. حاجة ممتازة الحقيقة. كل التحية لأشقائنا وزملائنا المقدرين في الهيئة العربية للتصنيع. طيب، هسيب حضراتكم دلوقتي مع هذا التقرير المجمع اللي احنا حريصين عليه في نهاية كل أسبوع لكل أنشطة وفعاليات القوات المسلحة المصرية. وطبعا أهم فعالية تمت هذه الأيام هو التدريب العسكري المشترك ما بين الجيشين المصري والسوداني تحت عنوان حماة النيل. تقرير يرصد كل نشاطات القوات المسلحة على مدار أسبوع، ومنه إلى فاصل، وبعد الفاصل حوارنا الرئيسي إن شاء الله النهاردة في آخر النهار. وزي ما قلت لكم، حوار يدور حول أجمل وأصدق وأبرأ وجه لفنانة ظهر على شاشات السينما المصرية في أكثر من 100 عام. جهود
كبيرة تبذلها القوات المسلحة لتحقيق الأمن على المستوى القومي والدولي والمحلي. فاستمرارا للدور المصري الرائد عربيا وإفريقيا ودوليا وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، وصلت طائرتان نقل عسكريتان من قاعدة شرق القاهرة الجوية محملتان بكميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الغذائية المقدمة من جمهورية مصر العربية إلى دولة جيبوتي الشقيقة في إطار دعم وتضامن مصر مع الشعب الجيبوتي الشقيق في مختلف الظروف، وتأكيدا على عمق روابط الأخوة والصداقة التي تجمع الشعبين الشقيقين. كما واصلت القوات المسلحة المصرية والإماراتية تنفيذ فعاليات التدريب المصري الإماراتي المشترك زايد 3 والذي تشارك فيه وحدات من القوات الخاصة لكلا الجانبين، وتضمن العديد من الأنشطة والفعاليات من خلال عقد العديد من المحاضرات النظرية لتوحيد المفاهيم التدريبية وتنسيق الجهود وتحقيق الدمج والتعارف بين القوات المشاركة من الجانبين، بالإضافة لتنفيذ العديد من الأنشطة العملية التي تم التخطيط والإعداد لها مسبقا، وكذلك التدريب على أعمال الاستطلاع وأنسب أساليب القتال في المدن ومواجهة العناصر الإرهابية. كما انطلقت في وقت سابق فعاليات التدريب المصري الباكستاني حماة السماء 1 لقوات الدفاع الجوي المصرية والباكستانية، والذي ينفذ لأول مرة بجمهورية مصر العربية واستمر لعدة أيام. فيما وصلت عناصر من القوات المسلحة المصرية لدولة السودان الشقيقة للمشاركة في التدريب المشترك حماة النيل، والذي شاركت فيه عناصر من القوات البرية والبحرية والجوية لكلا الجانبين بهدف تأكيد مستوى الجاهزية والاستعداد للقوات المشتركة وزيادة الخبرات التدريبية للقوات المسلحة. وفي إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم المجتمع المدني ورفع معدلات الأداء للتدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث بجميع المحافظات، قامت قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكرية بتنفيذ التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث بمحافظة بني سويف بالتعاون مع كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة. انطلقت فعاليات التدريب المصري السوداني المشترك حماة النيل، والذي يتم تنفيذه بدولة السودان الشقيقة بمشاركة عناصر من القوات البرية والبحرية والجوية لكلا الجانبين. وقد تضمن التدريب عقد مجموعة من المحاضرات النظرية والعملية لتوحيد المفاهيم القتالية وتبادل الخبرات التدريبية وتنفيذ طلعات مشتركة على الأهداف المختلفة. وقامت عناصر القوات الخاصة من الصاعقة والمظلات المشتركة في التدريب بتنفيذ عدد من الرمايات النمطية وغير النمطية، والتي عكست مستوى التقارب في أساليب التدريب القتالي والدقة في التعامل مع الأهداف من أوضاع الرمي المختلفة، وتنفيذ قوات المظلات لعدد من التدريبات الخاصة للقفز الحر. ظهر خلال التدريب مدى ما تتمتع به العناصر المشاركة من قدرة واحترافية عالية في تنفيذ المهام، بما يعكس مدى ما تمتلكه القوات المسلحة لكلا الجانبين من استعداد قتالي عال وقدرة على العمل المشترك لدعم جهود الأمن والاستقرار بالمنطقة. يهدف التدريب المشترك حماة النيل إلى تعزيز سبل التعاون العسكري وتبادل الخبرات وتطوير العمل المشترك بين القوات المسلحة المصرية والقوات المسلحة السودانية الشقيقة. اهلا بحضراتكم، عدنا بعد الفاصل. فقرتنا الاخيره النهارده في البرنامج انا عملت لكم عليها شبه فزوره كده في بدايه الحلقه، وقلت لكم ان احنا هنعمل فقره عن اجمل وجه في رايي وابرا وجه واصدق وجه ظهر على شاشات السينما المصريه في 100 سنه واكتر. والحقيقه انا متاكد ان انتوا ضربتوا اخماس في اسداس، وكل واحد شاف اجمل وجه على حسب ذوقه وعلى حسب هواه. بس انا بتكلم عن نفسي، ونفسي ميالة إلى عشق سيدة الشاشة العربية
الجميلة والرقيقة والموهوبة فاتن حمامة. النهاردة ذكرى عيد ميلادها، وأنا الحقيقة كمان جايب لكم هدية حلوة في ذكرى عيد ميلاد فاتن حمامة. المؤرخ الأستاذ محمد شوقي مؤرخ فني، الحقيقة عاشق للفن بصفة عامة ومتخصص وملم بكل ما له علاقة بسيرة الشاشة العربية، الأستاذة فاتن حمامة. مشرفني ومنورني محمد بيه. الشرف لي يا أستاذ تامر والله. أهلا وسهلا بحضرتك. شكرا جدا على المقدمة الجميلة دي. شكرا جزيلا، وحضرتك تستحق. وبشكرك كمان لأنه الأستاذ محمد الحقيقة هو اللي نبهنا إلى ذكرى ميلاد العظيمة فاتن حمامة، فكان له الفضل كمان في أن احنا نقيم هذه الفقرة. ومش عارف أنت ذوقك بيميل لذوقي في أنها من أجمل الوجوه اللي طلعت على الشاشة المصرية ولا لا؟ هو بالفعل يا أستاذ تامر مش مجرد وجهة نظر أو رأيي أو رأي حضرتك، هي السيدة فاتن حمامة صنفت على أنها أجمل وجه في تاريخ السينما المصرية. فعلا بالضبط، إلى جانب الجوائز العديدة اللي أخذتها كلقب نجمة القرن وسيدة الشاشة العربية وسيدة الشاشتين. صحيح صحيح، يعني فاتن حمامة بس في بعض الناس يقول لك لا، ممكن في وجوه أجمل منها ظهرت على الشاشة كجمال مرأة. لكن في يمكن، بس انا بحب الجمال الهادئ بتاع وجه فاتن حمامة اللي كله تعبيرات وكله رقه ده. وبالضبط، ما هو وهو ده اللي اهلها في بدايتها، انها تقدم ادوار الفتاه البريئه المغلوب على امرها او والضحيه، والى جانب الى بعد ما تمردت وطبعا نضجت قدمت نماذج مهمه جدا طبعاً للمراه طبعاً المصريه طبعاً. بس خلينا نبدا بالترتيب المنطقي كده. بالضبط. لحظة دخول فاتن حمامة المجال امتى وازاي؟ اولا من الحاجات الغير معروفة ومعلومة خالص عن السيدة فاتن حمامة، ان فاتن حمامة يعني يشاع انها صورة نزلت وهي طفلة صغيرة وشافها المخرج محمد كريم، ومن خلال الصورة دي جات للموسيقار محمد عبد الوهاب في فيلم يوم سعيد. صح. الموضوع ده ليه اصل. الاصل بيبدا بالممثل، الممثل اسمه فؤاد الرشيدي. هذا الممثل اللي ظهر فؤاد الرشيدي اللي ظهر مع نجيب الريحاني. صح. في فيلم غزل البنات سنه 49 لساعه ما نجيب هو ده. ايوه دي صورته بالظبط. تمام. لما قال له انت هنا انا مخصوص هنا عشان الكلب. عشان الكلب. ايوه مظبوط. ده كان صديق، هو كان فاكره الاول الباشا. كان فاكره الباشا، قال له سعاده الباشا بتاع، قال له باشا ايه، انا هنا بشتغل مخصوص عشان الكلب. بالظبط. صح. وده بص العظمه اللي كان بيتكلم بيها. ده مشهد طبعا اسطوري. طبعا مشهد اسطوري لنجيب الريحاني وفؤاد الرشيدي. المشهد ده من الفنان ده كان صديق لوالد سيدة فاتن حمامة. ويس. الاستاذ احمد حمامة هو احد رجال التعليم في المنصورة. يعني اسم حمامة مش لقب فني، ده هو اسم العائلة فعلا. اسم العائلة اسم أحمد محمد حمامة. ده والد فاتن. ده والد السيد فاتن حمامة، من أحد رجال كبار رجال التعليم في مصر وفي محافظة المنصورة. كويس. وبالتالي طبعا قال لما شافها جاب الصورة وبعت الصورة للمخرج محمد كريم. حلو. وأصبحت فاتن حمامة في فيلم يوم سعيد. يعني أول واحد عمل عليها كشاف النور فؤاد الرشيدي. الممثل فؤاد الرشيدي. الرشيدي. ويمكن المعلومة دي ما حدش يعرفها خالص على فكرة. كويس. وظهرت اول مشهد ليها وهي لسه طفله صغيره في فيلم يوم سعيد سنه 1941 مع الموسيقار طبعا. سنه 1941 وكان عمرها 9 سنوات. 9 سنين. طبعا المخرج محمد كريم شافها، كان مشهدها عباره عن ثلاث اربع مشاهد. صح. هو شافها قد ايه ذكيه، لا والطريقه اللي كانت بتتكلم بيها كان كلها تلقائيه وبراءه، خلاها بطله الفيلم. لاحظت لو تلاحظ الفيلم يعني ليها اكتر من 17 مشهد. صح. حتى صح. نهايه الفيلم مع عبد الوهاب وفاتن حمامه. مظبوط. في نهايه الفيلم طبعا كان فيلم مهم جدا. مظبوط مظبوط. دي كانت البدايه. هل استمرت في التمثيل كطفله ولا توقفت وبعدين عادت بقى في انا عايز اقول لحضرتك حاجه في خصوص الفيلم ده. الفيلم ده كان مسمع جدا يا استاذ تامر، لدرجه ان الملك فاروق بنفسه راح في عرض خاص للاسره المالكه عشان يتفرجوا على الطفله اللي اسمها فاتن حمامه اللي اخبرها زائعه الصيت. يا سلام. بالظبط، شافها واعطاها جنيه ذهب منقوش عليه صورته. الله. ويمكن دي الممثله الوحيده او احد في الفيلم اللي اخذت جائزه. ودي كانت اول جائزه تحصل عليها فاتن. دي معلومه حلوه كمان. ملك فاروق اعطاها جنيه ذهب منقوش عليه صورته. تقديرا لموهبتها الصغيره. ما كانش فيه قبل، يعني هي دي اول طفله تظهر في تاريخ السينما. صح. ويمكن الطفله الوحيده اللي ظهرت في تاريخ السينما
وبزغ نجمها، لان معظم الاطفال الموهوبين في تاريخ السينما لما كبروا ما قدروش يحققوا النجوميه، يكملوا على نفس المشوار. مظبوط صح. فاتن حمامه على طول بعدها. بص الصوره، يا سلام، دي هنا 9 سنين يا استاذ محمد. لا دي في رصاصه في القلب. الفيلم ده سنة، انا قلت برضه 9 سنين. لا الفيلم ده سنه 46. ده كده بعديها بخمس سنين. ده تاني فيلم عملته مع محمد عبد الوهاب اللي فيه رأي ابراهيم، اللي هو فيه اشهر دويتو حكيم عيون. حكيم عيون. يعني هنا مثلا تعمل لها 13 14 سنه. هي مواليد 31، يعني سنه 46. يعني تعمل لها 15 سنه. هنا 15 سنة بس. تصدق 15 سنة بس وشها هو بالظبط. يعني وشها وهي 9 سنين هو وهي دلوقتي 15 سنة، ولما بقت 30 سنة وشها هو يمكن جسمها بس اللي بيكبر مع السن. أيوة. السن، لكن الوش بالأمارات بالتعبيرات بالملامح، الوش الملائكي. الوش الملائكي. لا وكمان خد بالك محدد الملامح. يعني العينين مدورة والضحكة هي يعني انا مش عايز اقعد اتغزل كده في هذا الوجه. الله يرحمها، لانها بصراحه كانت جميله الجميلات في السينما. في نفس العام مين بقى يعني تخيل مين منكم يقدمها بطله سنه 46 في نفس العام؟ يوسف وهبي في فيلم اسمه ملاك الرحمه. مع رأي ابراهيم ونجم ابراهيم وفريد شوقي. هذا الفيلم من الافلام المهمه جدا. بطله اسم الفيلم على اسمها ملاك الرحمه، يعني هي بطلة على يوسف وهبي ورأي إبراهيم. ورأي إبراهيم دي كانت نجمة الأربعينيات في هذه الفترة. طبعا. هذا الفيلم سنة 46. يعني عندها 15 سنة بالضبط في نفس التاريخ. الصورة دي يا أستاذ تامر من هذا التاريخ سنة 46، واسم فاتن حمامة لم يغب عن السينما المصرية. توالت أعمال وإبداعات فاتن حمامة، ما انقطعتش خالص، ما انقطعتش، وقدمت مع يوسف، وقفت بقى مع العمالقة يوسف وهبي، حسين صدقي. هنا هو كانت يوم سعيد. يوم سعيد. ايوه دي الصوره، دي اول صوره. مع بالظبط. دي هنا 9 سنين. لا هنا 9 سنين. ايوه سنة هنا 9 سنين. 40. ايوه صح. بسم الله ما شاء الله. تمام. ومن وقتها انطلقت بقى، انطلقت بطلة مع يوسف وهبي السينما المصريه، الى ان جاء اهم مرحله اللي هي كونت نجوميه فاتن حمامه. مرحله المخرج الكبير حسن الامام. حسن الامام لمح زي ما حضرتك لمحت كده واشرت، الوجه البريء والوجه الملائكي، فصنع منها نجمه المليو دراما الاولى في تاريخ السينما. قدمها في اول فيلم ليها كان فيلم ملائكه في جهنم. الفيلم ده فيلم مفقود. مفقود؟ مفقود. يعني حتى لا موجود على اليوتيوب ولا موجود في القنوات. لا مش موجود خالص، موجود بس صوره افيش بس. اسمه ملائكه في جهنم. ملائكه في جهنم. لكن الفيلم الاول اللي ظهرت بيه والموجود لغايه دلوقتي بيعرض فيلم اليتيمتين. سنه 49. الفيلم ده اصبحت فاتن حمامه نجمه مصر الاولى. 49 سنه 49. لا ازاي 49 سنه اليتيمتين مش 59؟ لا 49. تمام. 49 59 كانت نضجت جدا وقدمت دعاء كروان. هي مواليد 31. مواليد 31. أيوة. يبقى تمشي كده. 18 49. صح. ايوه صح بالظبط. سنه 49 كان هو اصبحت هذا اللقب بقى يلصق فيها في افيشات الافلام. مظبوط. ممثله مصر الاولى. Yeah. ايوه فاتن حمامة في اليتيمتين، من اول اليتيمتين. ده كده نبيل عبيد تزعل. لا احترامنا طبعا، احترامنا وتقديرنا للنجم الكبير طبعا. كانت اللقب اللي بيطلع عليها نجمة مصر الاولى. احترامنا كل الفنانين. لا طبعا ده من قبل المفارقات. يعني كويس. من اليتيمتين بدات فاتن حمامة سلسله افلام، يعني في اقل من 3 سنين يا استاذ تامر كانت عامله 30 فيلم. ياه. ونصهم مع حسن الامام. في 3 سنين. ظلموني الناس. الزمن العجايب، كاس العذاب، هذه الافلام اللي بتظهر فيها الفتاه المغلوبه على امرها، الفتاه المنكوبه، الفتاه الضحيه. بالضبط. صح. الى ان تمردت سنه، وده يمكن ملامحها البريئه ساهم بشكل كبير في انها يتم اختيارها في الكاستنج للادوار دي. سنه 52 تمردت اول تمرد لفاتن حمامه، الاستاذه فاطمه. الفيلم ده اتعمل قبل قيام ثوره يوليو. عرض في فبراير 52. ياه. كان اول فيلم بيتكلم فيه عن تحرير المراه وعمل المراه. صح. الفيلم ده من الافلام المهمه جدا، زي ما عكس ما يشاع ان السيده فاتن حمامه اساءت لصوره المراه المصريه بانها ظهرتها مراه منكوبه ومغلوبه على امرها وضحيه. لا، السيده فاتن حمامه من اوائل الفنانات اللي جسدنا شخصيه المراه المصريه بمنتهى العظمه والاقتدار. صح. ده فيلم الاستاذه فاطمه، ده فيلم لو اتعاد 1000 مرة تقعد تتفرج عليه. بالظبط. والفيلم اتعاد 1000000 مرة تقعد تتفرج عليه كأنك تتفرج، وخصوصا
حانا شون، فاكر انت في الشهير بتاع العبقري عبد الفتاح الاسري في الفيلم، قال لها ثعبة ده مكتوب ايه؟ قال لها حانا شون. الفيلم كله من اول لاخر حاجه حكايه. كان اخراج فطين عبد الوهاب اللي هو صحيح. مخرج افلام اسماعيل ياسين مظبوط يعني. عشان كده المسحه الكوميديه كانت غالبه عليه بالزبط. رغم انه فيلم اجتماعي نسائي تحرري وهي وفاتح ما كانت برضو أي مبدور بلون كوميدي خفيف صح. بس يعني كوميديا موقف مظبوط. من الأستاذة فاطمة بدأت مع مرحلة عز الدين ذي الفقار زوجها اللي كان أول أزواجها وقدموا مع بعض مجموعة أفلام مهمة جدا، موعد مع الحياة، موعد ده كان أول زيجة في حياة فاتح حمامة. أول زيجة تزوجت وهي عمرها 17 سنة أو 18 سنة تقريبا. يا نهار أبيض. أيوة. وقدموا مع بعض مجموعة أفلام كتيرة يمكن يعني أشهرهم نهر الحب 1960 بس بعد الانفصال، يعني تخيل اشهر فيلم ليهم كان نهر الحب بعد الانفصال. هم ما اشتغلوش مع بعض هم متجوزين؟ لا اشتغلوا مع بعض كتير جدا عملوا مع بعض 15 فيلم، لكن اشهر فيلم حصل بعد انفصالهم. بعد الانفصال هو يعتبر سيمفونيه. ده نهر الحب ده يعني علامه من علامات السينما المصريه. هي عملت مع افلام كتير، موعد مع الحياه، موعد مع السعاده، خلود، طريق الامل، بين الاطلال. كل ده عز الدين الفقار، هو يلقب بشاعر السينما المصريه. صح. عز الدين يعني رجل له باع طويل في مجال السينما. مش نهر الحب ده اللي هو هي وعمر الشريف؟ بالظبط. وزكي رستم. وزكي رستم العبقري. العبقري بتاع نوال كان اسمه ايه الولد الصغير؟ مش فاكر. وجد العربي كان الفنان. ايوه وجد العربي كان هو اللي عامل، بس مش فاكر كان اسمه ايه ساعتها. هاني. برافو عليك. صح. عشان هي ضحت بحبها من اجل هاني، وبعد كده ايوه زكي رستم عمل معاها الجلاشه. ايوه صح. مش فاكر ده زكي رستم ابدع في لا بس عمل الجلاش صح يعني. لا بص سيبي بس لحد الانتخابات وبتاع أيوة. اظبطك وبعدين قام ظابطها على القبله كلها. ده كان فيلم من الافلام المهمه جدا ومن اهم افلام زكي رستم يعني. لا بصراحه وادى فيه اداء رهيب. لا فيلم يعني والله انا يعني مستغرب ان مجموعه بجد من افلامنا ما نفستش على الاوسكار. وهي اعتقد انها كانت تستحق يعني. قول دلوقتي عشان الاكشن والتكنولوجيا والبتاع احنا عندنا لسه فجوه، لكن زمان كله كان متساوي. انا اعتقد ان في افلام احنا فشلنا في تسويقها بس، لكن هي تستحق انها هي لها تنافس الجوائز العالميه. لها فيلم واحد بس رشح للاوسكار. ايه هو؟ الحرام. سنه 1965 ده الفيلم الوحيد ليها اللي رشح للاوسكار. كويس. انما ليها افلام وصلت للعالميه زي دعاء الكروان وفيلم الليله الاخيره مع محمود مرسي لو تفتكروا حضرتك. لا مش محمود مرسي واحمد مظهر ايام لما كانت فقد الذاكره ورجعت لها الذاكره. كان اصلها فقدت الذاكره كتير والله صدقني. فيلم ده من الافلام المهمه. فاتن حمامه في الافلام فقدت الذاكره كتير، فانا بحاول افتكر اني فقدان الذاكره. هو فيلم مهم جدا من الافلام المهمه. الليله الاخيره. طب تصدق ان النهارده هدور عليه واتفرج عليه. كمال الشيخ وفيلم ساسبنس وفيلم جميل جدا من الافلام المهمه جدا. مين معاها كان قلت لي؟ احمد مظهر ومحمود مرسي. لا الاثنين يستحقوا الفرجه طبعا يعني. سواء فاتن ولا مظهر ولا من الافلام المهمه جدا. محمود مرسي ده كمان حكايه والله. عايزين مره نعمل حاجه عن محمود مرسي. يا ريت والله. محمود مرسي ده انا في رايي يعني كتله تمثيل متحركه، حاجه مبدعه كده بعين الزرقاء اللي ما حصلتش دي. وقدم مجموعه اعمال فنيه خطيره طبعا. طبعا طبعا طبعا. في مره جهز لنا يا سلام تحت امرك نفحه كده عن الفنان العبقري. تحت امرك يا استاذ تامر. بتمر بقى مع فاتن حمامه لو محطه يوسف شاهين يا استاذ تامر. في محطه مهمه جدا. يوسف شاهين اول ما رجع من امريكا صمم ان هو يمثل او تكون البطل قدامه اهم ممثله في مصر. كان فيلم بابا امين. سنه 50 الفيلم ده. وبالتالي الفيلم نجح. من افلام يوسف شاهين الناجحه بابا امين، الى جانب عملت معاه ست افلام. أي. المهرج الكبير وفيلم صراع في الوادي اللي شافت فيه لاول مره عمر الشريف. وبدات قصه الحب الاسطوريه بينها وبين عمر الشريف. صراع في الوادي سنه 54. حاجه عظيمه. حاجه عظيمه. واحمد رمزي وفريد شوقي وزكي رستم. وزكي رستم طبعا، بس انا قصدي يعني انه كانت كوكبه يعني ما حصلتش. وكان كلهم في عزهم. وكان في حمدي غيث كمان لو تفتكر حضرتك. سليم. طبعا سليم. طبعا سليم حمدي غيث. صح. الفيلم كل ما كان كلهم يعني عمالقه وشراره الحب اتزرعت ما بينهم في صراع في الوادي. صراع في الوادي ايوه في هذا الفيلم. بسرعه كده في هذا الفيلم. هي اول لقاء يعني. هي اختارته لما هو كان لسه وجه جديد. فيوسف شاهين ما ينفعش يجيب لها ممثل وجه جديد وهي نجمه او زي ما يقول ممثله مصر الاولى زي ما يقول. فاختارته. قالت له لما وراها الصور وطبعا اختارته بقت فرحانه جدا وعملت معاه مشاهد. اول مشهد اللي هو كان مشهد وهو مقابلها في الزراعيه وهي راجع بالعربيه مع فريد شوقي. أيوة. من مصر بعد. ده كان اول مشهد بينهم وبين بعض
في السينما بصفه عامه. اوكي. لا وعملوا دويتو ومحصلش. عملوا مع بعض افلام كتير. لك ان تتخيل يا استاذ تامر. اتفضل. ان فاتن حمامه لما حبت تتمرد على فاتن حمامه البريئه الجميله الهاديه عملت فيلم لا انام. مع وده حاجه كان صدمه. كان صدمه لجمهورها. يعني حتى مش بس للجمهور العادي عشاق فاتن حمامه ما صدقوش ان البريئه الجميله تقبل انها تعمل دور شر سك شر بس. ما انت متخيل يا استاذ تامر ان فاتن حمامه في صاله العرض كان ساعتها الفنانين بيتفرجوا مع الجمهور. هي سمعت طبعا الكلام اللي طبعا اول مره تسمعه. مظبوط. والجمهور يصفر ويرشق الشاشه بزجاجات. يا نهار ابيض. وقشر اللب والدنيا اتقلبت لغايه ما طفوا لغايه عشان مش مصدقين ان ده يطلع من فاتن حمامه. لدرجه ان مدير السينما خلى فاتن حمامه مع عمر الشريف وعماد حمدي ويحيى شاهين ابطال الفيلم يخرجوا من الباب الخلفي. يا نهار ابيض. عشان ما يجوش الجمهور. الجمهور الخلفي استناها في الباب الخلفي. الجمهور السينما استناها في الباب الخلفي. عايزين ما كانوش عايزين يفتكوا بيها. كانوا عايزين يقولوا لها لو احتجت اي فلوس يعني اديلك فلوس بس ما تعمليش ادوار زي دي. يا سلام. تخيل. بس خد بالك ده حب. ده حب. يعني من حبهم وخوفهم عليها انه لا ما هم اعتقدوا السكه دي. اعتقدوا ان الفيلم ده عشان مثلا ايه اخده اجر فيه ولا لكن هي لكن طبعا هي كانت تمرد منها على ادوار الطيبه والبراءة. ويعتبر الفيلم فيلم من الافلام المهمه جدا علشان كده الفيلم ده خافت من تجربه من اعاده التجربه في دور نفيسه في فيلم بدايه ونهايه. اوكي. اللي عملته السيده سناء جميل باقتدار. هي كان معروض عليها؟ طبعا. كان معروض عليها الاول؟ الاول صلاح ابو سيف ادالها الدور قال لها هيفرق معاك كتير بس هنخلي شكلك شويه نوحش في شكلك شويه. فاتن حمامه وافقت واخدت عربون الفيلم. يا. لكن خافت من تجربتها في الاعلام. وفي الاخر اثناء العرض الخاص وشافت الدور وشافت سناء جميل وشافت عظمه الدور طبطبت على كتف صلاح ابو سيف وقالت له انا اسف يا استاذ صلاح كان معاك حق. على جمال الدور. على جمال الدور. وهذا الفيلم او هذا الدور. طب خليني الاول بس قبل ما نروح لبدايه ونهايه وطبعا تقديري الكامل العظيمه سناء جميل على هذا الدور. بس فيلم لا انام زي ما حضرتك قلت كان تمرد وكان صدمه للجماهير و و و و بس كمان كان في منافسه شريفه عظيمه بينها وبين الجميله هند رستم. وكانوا عاملين دويتو حلو قوي 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 في الفيلم لدرجه انه بعد الفيلم طلع شائعات كتير عن علاقتهم. انا يعني والله انا اشكر حضرتك جدا انك اتحت لي الفرصه عشان الموضوع ده. الموضوع ده تداول على وسائل السوشيال ميديا بطريقه غير لائقه لا بتاريخ السيده فاتن حمامه ولا بتاريخ السيده هند رستم. يعني صوره منشوره دايما على صفحات التواصل الاجتماعي السيده هند رستم مع السيده فاتن حمامه في بلاتو اوضه نوم فاتن حمامه. او هي جنبنا على الشاشه. أيوة. كبيره. لا كبيره. ايوه. وهي سوري يعني الحذاء بتاعها وحطته في وش فاتن حمامه. طبعا ده غلط. فقال صلاح ابو سيف قال لها ما ينفعش الكلام ده المخرج الكبير قال لي هند رستم ما ينفعش الحذاء يبقى في وجه فاتن حمامه. فقامت حبت بقى يعني حبت تعمل حاجه حركه ثانيه تضايق فاتن حمامه وقامت دخنت السيجاره وحطت دخان السيجاره في وش فاتن حمامه. كويس. فطبعا صلاح ابو سيف قال لها ما ينفعش قالت له لا ودي المشهد ده المشهد ده وخدوا اللي انتم عايزينه انا مش هعيده تالت. ده كلام المتداول على السوشيال ميديا. طبعا ده كلام غلط خالص. خالص. نهائي. العلاقه بين السيده فاتن حمامه وهند رستم كانت علاقه طيبه جدا وعملوا مع بعض افلام كتير وبدايه هند رستم كانت في افلام فاتن حمامه. صح. في فيلم الملاك الظالم وفيلم بابا امين افلام كتير جدا ثم فيلم لا انام. وثم ده صلاح ابو سيف ده ما عندوش حد ما عندوش نجم المخرج الكبير صلاح ابو سيف ما عندوش حد يتنجم عليه. ايوه صح صح. يعني لما يكون المخرج قوي ومسيطر بيبقى هو نجم العمل. ولا اعلم اساس لهذه الشائعه اللي اصبحت مسار او اصبحت متداوله بطريقه شبه يوميه يا استاذ تامر. يعني كل ما افتح الفيسبوك الاقي الصوره دي والاقي الكلام ده واخدين زي حضرتك عارف الشير وال طبيعي الناس بتحب ومفيش اي حد بيفكر نهائيا تسخن يعني. في القصه يعني والعلاقه يمكن ما كانوش هما يمكن ما كانوش اصدقاء لكن كانت علاقه احترام. لا خالص كانت علاقه احترام جامد. كويس. حتى ان السيده فاتن حمامه وهي خارج مصر
أشادت بفيلم باب الحديد. ولما أشادت لبي قالت باب الحديد بطولة هند رستم. طيب ده معناها ان في النهايه يعني صافيه ده خالص. ده كان حوار في وهي خارج مصر. طيب تعالى نخش بقى عشان الوقت بيجري يا استاذ محمد، نخش على في رايي مش هقول اهم بس من اهم مراحل الفنيه لفاتن حمامه، وهي مرحله النضج اللي هي عارفه هي بتعمل ايه وايه الرساله من ورا كل فيلم. بالضبط، يعني بدات النضج ده يا استاذ تامر من سنه 58 من فيلم اسمه الطريق المسدود. قصة احسان عبد القدوس وسيناريو نجيب محفوظ واخراج صلاح ابو سيف. كويس. هذا الفيلم من الافلام اللي طبعا بتعد علامات. الطريق المسدود ده من العلامات، وغير يعني فاتن حمامه في سكه تانية. بعدها على طول بعدها بسنه عمل الدعاء الكروان الاديب طه حسين. طه حسين ما كانش مقتنع بيها في الاول. يا سلام. بالضبط، لكن هي طبعا اصطدمت من كلام الدكتور طه حسين. لكن في الاخر الدكتور طه حسين قال انا كنت بقول كده مخصوص علشان استفزها، استثير الطاقات اللي جواها. وقد كان وقال الدكتور طه حسين قال ان دور امنه عملته سيده فاتن حمامه افضل مما كتبته. الله، دي اشاده ما حصلتش طبعا. وجايه منين؟ من عميد الادب العربي. هي سمعت الحوار ده الكلام معاه، بكت وخرجت مش قادرة من شدة فرحتها بهذه العبارات الجميلة الصادرة من الأديب عميد الأدب الدكتور طه حسين. طبعا دعاء الكروان أصبحت فاتن حمامة من هذا الدور خلاص يعني ليجند، أسطورة. بقت في يعني لازم تهتم بكل دور بتقدمه. صح. عملت بعديها على طول أدوار مهمة زي نهر الحب سنة 60، الباب المفتوح، الليلة الأخيرة، ولن أعترف، وفيلم الحرام. صح. الفيلم اللي هو صنف ضمن افضل 50 فيلم عالمي في القرن العشرين. اوف، افضل 50 فيلم عالمي في القرن العشرين. فيلم الحرام. فيلم الحرام عن عمال الترحيله. صحيح. وكان قدامها عبد الله غيث. مظبوط. وبرده زكي رستم. مظبوط. لا، زكي رستم ده في الوقت ده كان التميمه بتاعت نجاح اي فيلم. زكي رستم يعني حضرتك متخيل قيمه فاتن حمامه في هذه الفتره. لكن بعد سنه 65 وبعد ما سابت مصر ورجعت قدمت ادوار اقوى تاثير. زي دورها في فيلم امبراطوريه ميم طبعا مع المخرج الكبير حسين كمال، ودورها الاهم في فيلم اريد حلا. لا ده مش الاهم، ده طبعا لان هو الاشهر، لانه هنا بقى فكره القيمه والرساله والتاثير. الفيلم والفن اللي قادر على تغيير مجتمع وتغيير قانون وتغيير لا، يبقى انت بتتكلم على ان انت وصلت لمثاليه رساله الفن. انا عايز اقول لك يا استاذ تامر ان فاتن حمامه الممثله الوحيده في العالم اللي عملت فيلم غير قانون. طبعا يعني في العالم. وفيلم اريده حالا كان سبب مباشر في تغيير قانون الاحوال الشخصيه. وطبعا اخذت عنه جايزه من الرئيس محمد انور السادات وقتها. الى جانب فيلمين عملتهم. فيلمين دول برضو يعني من الفيلمين المهمين جدا للمراه المصريه. اول فيلم كان افاه وارانب 78 عن الانفجار السكاني. ده عظيم، ده فيلم عظيم ورسائل. ده بتتكلم في ايه؟ 78 اللي احنا بنعاني منه النهارده، هي ومحمود ياسين وفريد شوقي ورجاء حسين نبهوا اليه من حوالي 40 سنه واكثر. وادي التكريم للرئيس السادات اللي انت كنت بتكلم عنه. أيوة. يا استاذ محمد. وفيلم اخر سنه 79 يا استاذ تامر، الفيلم ده للاسف ما بيجيش كتير مع انه موجود، يعني ولا عزاء للسيدات عن نظره المجتمع للمراه المطلقه. لا ما فيش ولا لا عزاء للسيدات. لا عزاء للسيدة. هو الفيلم اسمه كده. لا عزاء للسيدة، الفيلم سنة 79. الفيلم ده يا أستاذ تامر، الفيلم فاتن حمامة صدم فاتن حمامة لأن ما نجحش. هي كانت مع إنه فيلم حلو. أنا شفته. كانت مراهنة عليه. فيلم حلو جدا. مش عارف ليه ما نجحش جماهيريا. مراهنة عليه مع إنه والفيلم يعني نقديا وفنيا صحيح خطير. صحيح. لكن بكل أسف ما نجحش جماهيريا. يمكن كان الناس كانت منتظرة فيلم يعني بعد أفواه أرانب، فيلم على نمط الأفلام اللي هي الشعبية شوية. هو كان فيلم يعني بيخاطب طبقات معينة. صح. لكن الفيلم ده فيلم مهم جدا. قول لي يا أستاذ محمد، الخطوة اللي عملتها العظيمة فاتن حمامة إنها عادت في السنوات الأخيرة للتمثيل حتى سينمائيا لما عملت يوم حلو ويوم مر. هل كانت خطوة موفقة؟ والله بص يا استاذ تامر، هي شافت الاستاذ خيري بشاره
شافته في فيلم الطوق والإسورة بعد الطوق والإسورة، وقالت أنا لو هرجع أعمل سينما هرجع مع المخرج ده. خير بشارة طبعا مصدق سمع الموضوع ده وجاب لها سيناريو الأستاذ فايز غالي يوم مر ويوم حلو. الفيلم طبعا الفيلم كان من الأفلام المهمة جدا، لكن الفيلم كان هي حبت التجربة مع خير بشارة على فكرة. والفيلم ده فيلم برضو من الأفلام اللي أخذت جوائز. فيلم مهم بس يمكن كان قاتم شوية. الفيلم كان قاتم لأن الفيلم كان كئيب. وفاتن حمامة يعني هي كانت رافضة محمد منير في الأول. قالت محمد منير شكله بريء ما ينفعش يبقى شرير. أيوة. وكان الدور هيعمله أحمد زكي. يا سبحان الله. لكن اقتنع خير شوف خير بشارة قال لها لا محمد انا شايف محمد منير. وبالفعل عمل محمد منير عمل محمد بس منير هي عمل خطوتها في العوده للتمثيل في السن الكبير كانت موفقه جدا بقى أنا في الدراما يوم 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 مر ويوم حلو. هو الفيلم كويس انا شايف انا بتكلم في الدراما بقى لما عملت فيلم ارض الاحلام اللي هو اخر افلامها. هو ده الفيلم التجربه اللي ندمت عليها ندمت ما حبتهاش كويس ما حبتش تجربتها مع المخرج داوود عبد السيد. تمام. مع ان الفيلم نجح والفيلم بقى يعني نجاح محدود مش نجاح جماهيري. لا ما نجحش. ويحيى الفخراني الفنان الكبير يحيى الفخراني اخذ فيه جايزه احسن ممثل. لا ما هي بص يا استاذ محمد خلينا نتفق ان فاتن حمامه يوم ما تعمل فيلم فكره ان الفيلم حلو ده ما ينفعش نتكلم فيه. اكيد الفيلم حلو وفيه قيمه وفيه رساله وفيه تمثيل وفيه 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 لانها وافقت تتمد. فكره انه ينجح ولا لا جماهيريا انت عارف مقاييس ومعايير الجماهير مختلفه. لان هو ظهر في وقت كانت افلام معينه هي اللي سلمت. لكن هي القيمه الحقيقيه كمان اللي عملتها في السن الكبير هو المسلسلات بقى. هي بص هو يعني احنا هنقول هي نفسها بص يا استاذ تامر هي نفسها كانت تحب تقول انا افلامي بتبدا من يوم سعيد وتنتهي اليوم مر. يعني اللي عايز يترك الافلامي من يوم سعيد ليوم مر. واستبعدت ارض الاحلام. يعني شوف حضرتك حتى اول فيلم واخر فيلم المفارقه اللفظيه حتى في واخد بال حضرتك. صحيح. لكن لما رجعت لما التلفزيون عملت ضمير قبل حكمت سنه 91 طبعا هي كانت متخوفه جدا من تجربه الفيديو. مظبوط. وكانت متردده ووافقت ورجعت في كلامها وافقت ورجعت لغايه ما استقرت وكانت قلقانه من كذا كاميرا بتصورها. صح. لا وكان طلبت فلاتر معينه. أيوة وطلبت حاجات معينه علشان السن والوجه. أيوة. وكذا طبعا وده حقها وده خاصه يعني. في ده اكتر في فيلم مسلسل وجه القمر. وجه القمر صحيح. صحيح. لكن في ضمير قبل حكمت استعانت بالمدير التصوير الحاج وحيد فريد وقالت طالما وحيد فريد هيكون موجود انا هبقى مطمنه. طيب. طبعا اهم مسلسل انا استاذ محمد عشان وقتي خلص. طبعا هي عبقريه في كل شيء بس لو انا قلت لك احلى حاجه في فاتن حمامه. احلى حاجه في فاتن حمامه بساطتها وتلقائيتها. هي كانت بسيطة جدا وتلقائية جدا. صح. يعني أنا بشوف إن فاتن حمام من أبسط الفنانات بالرغم إنها أعظم الفنانات. صح. أحلى حاجة في فاتن حمامة في رأيي إنها فاتن حمام. شرفتني ونورتني يا أستاذ محمد وبشكرك على المذاكرة الممتازة دي والكم الهائل من المعلومات والإحصاءات اللي حضرتك قلتها لنا وإن شاء الله عندنا لقاء قريب وأرجوك تلبي لي رغبتي في فقرة عن العظيم محمود مرسي. تحت امرك ده شرف كبير جدا يا استاذ. شرفتني ونورتني يا استاذ محمد وبشكرك على تلبية الدعوة. حبيبي يا استاذ. بشكر حضراتكم. خلصت حلقتنا النهارده جمعة وسبت وحد مع الصديق العزيز الاعلامي محمد الباز ثم يكتب لنا العمر ربنا ان شاء الله ارجع اشوفكم مساء الاثنين القادم دايما العنوان اللي بيجمعنا اخر النهار تصبحوا على الف خير.